صفوان مكديش الارشيتكت وسهيل السيفي الارشيتكت دانتيريور حضروا مع البارتنير نتاعنا دلتا كويزين ولي كوميرسيو كونسيبتور نتاعهم كونسيبسيون تاع كيتشينات جديده الكيتشينات لينير باش نستغلوا الاسباس الصغير الموجود الكيتشينات هذه من كوليكسيون سمايل ان لاكي بريان ايفوار الخاصيه اللي فيها اللي هي بليشان في البالون تاع الفاساد وهذا يعني ريزيستانس كبيره للماء وللهوميديتي البواني والسوكل اسورتي ان الومنيوم والاكثر رانجمون كوجينه دلتا كويزين فيها دي موبل او ودي موبل با في نفس النهار خلطوا المكتب تحي الزهور تكنو مارب بالبلان دو ترافاي متاع الكيتشينات بلان دو ترافاي مصنوع من الكوارتز لونو بلومو الكوارتز هو ماتيريو الأكثر ريزيستانس لكل شيء كيف السخانة الغيور وحتى القسم بالسكينة وهكا يكون أدبتي الإسباس بيبليك والأوتيليزاسيون كبيرة بينا نكونوا من لي بارتيسيبون في البروجي هذايا دونك نسقنا مع لي زاركتيكت وعملنا كيتشينات حسب الاسباس دونك اخترنا اليوم لا كوليكسيون سمايل هي فساد لاكي بريون ايفوار سون شان ريزيستون للماء للفابور اي بيان سور افيك فريناج Au niveau du meuble haut, on a le système relevant Freefold de Casa Boomer. C'est une marque leader dans le marché international. Bien sûr, le système réveille, il facilite la circulation dans l'espace, surtout qu'il y a un espace petit comme ça. Bien sûr, il y a le freinage qui est présent. Delta Cuisine tati garantie sur l'accessoire de la cuisine, les charnières, le système police, système relevant. Donc l'objectif نتاعنا اليوم عملنا كيتشينات لي زومبلوايي باش يلقاو وين يفطروا صغيرات باش يحطوا الغوتي نتاعهم وان شاء الله يكونوا فرحانين ومرحبا بكم في لي شوروم تاعنا الكل. شينا مع سهيل السيفي الارشيتكت دانتيريور وصفوان مكديش الارشيتكت الشوهوم مون بلان بارتنير غدوخير في كل ما هو إلكتروميناجي من هنا وإلا من سيت مون بلان يختاروا نوز أرشيتكت ما لازم للي بروجي متاعهم ومون بلان من عام 92 صنعت أول ريفريجيراتور تونسي 100% فضل دي كومبيتانس توانسا وسافوار فير وميتريز متاع لي نوفيل تكنولوجي وفي 96 قررت مون بلان تكبر في الجام دي برودوي ميناجي جدد كيف لي كويزينيير لي لاف لانج وفي 2012 لي برودوي انكاسترابل Mont Blanc est leader dans les ventes dans les réfrigérateurs domestiques en Tunis. Il a une présence importante à l'international, car il s'adroule à beaucoup de pays dans le monde. Le partenaire de choix de Rodouakhir et Hatem Mont Blanc, pour nous aider avec l'équipe interne, pour nous aider à tous les gens, pour nous aider à la maison et à la maison, pour vivre la maison en général avec plus de confort et plus de rachat. Pour la maison dans la vie de Zuhour, pour nous aider à Mont Blanc, une surprise exceptionnelle pour nous voir la première fois. رجعنا للمكتبة وين يستنى فينا حلمي تكنو مارب جبنا البون دو ترافاي هذايا اون كوارتز ما يركبش جوستومون كان على الكيتشينات مي هذا يختاروه معناتها لي زاركتيكت فيو كو هي كيتشينات معناتها صغيرة شوية يختاروا حاجة فينو ديبيسور 2 سنتيمتر اون غري سي كولور بلومو ما اختاروا معاه معناتها البلانت ديتونشيتي دوتور 4 سنتيمتر وان شاء الله يعجبهم الكل وان شاء الله يفرحوا به وهذا هو جينيرالمون بالنسبه للي عادي كوموند معناها حسب لي ديمونسيون يختارهم هو بيان سور دونك بطبيعه هو باش يختار معناتها الكونسيبسيون نتاع الكوجينه نتاعو نتاع الموبل نتاعو كيفاش باش يركب فهمتني دونك يجيو لوزين نتاعنا ولا يمشي للشوروم ديجا تاني سونتر ديجا حلت دونك يهز معناتها الكونسيبسيون نتاعو معناتها نتاع الكوجينه نعملوا له احنا دوفي غاديك سور بلاس ويعدي كوموند vite fait, dans une semaine, tu as le plan du travail, tu as le client qui est farham. Merci. 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 Les applicateurs Astral mazal عندهم برشا برشا خدمة في المكتبة العمومية. تحديو توا للدهن باللون الأبيض للحيوط والسقوفات. والبيوضية اللي تدوم برشا وتكون بارفيت مهما كان لوزاج متاع الاسباس هي بتبيعها أسترال أديكس اللي عنده بوفوار أوباسيفيان عالي نجمو زادا نستعملوه لبرا على خاطر عنده تونو إكسيلونت في الأتموسفير أوربان وين فما برشا تلوث والتلوث هو عدو أسترال من سنوات اللي يخدموا برشا على لي برودوي متاعهم باش يكونوا حامين للطبيعة ولصحة الإنسان
وهذا اللي تخدم عليه زادا ملاك استخال من مدة طويلة كيف دي بروجي اخرين مهمين. من 2011 احنا اون لانسي لو كونسيبت لاكس كالور دو ريسبونسابيليتي سوسيتال دونتربريز. اون رينوفي حتى لتاو بلوس كو 15 ايكول. On est toujours présent dans toutes les régions. On essaie surtout tout ce qui est marafqa umumiya ou des lieux qui mahaka. On accepte toujours manière de les rénover. On est toujours intéressé. On est très content d'être là et de participer à la rénovation de cette bibliothèque. Elle est maintenant je me trouve qu'un projet très intéressant. Les petits Hassan Zourouf la kraya mta strari ou afrelum Zourouf moule ma bchital ou bchia kra ou bchia Hassan ou mustawa mtahom. احنا اوني ليدر دو مارشي اوني نيميرو 1 وكليونات نعطاونا الثقه نتاعهم هذاك علاش لي ديما نقومو بتحسين وبتطوير المنتوجات نتاعنا ولهنا معناها بويسكو سي تانيو فيه يجيو معناها دي كاتيجوري الكل الكبار والصغار لي برودوي نتاعنا نو سون با نوسيف لي لاك اللي استعملناهم للبيبان وللشبابك سون سون بلون لو بلون هي اون ماتيير بروميير dangereuse pour la santé. Donc, les produits internes, l'alcool, on les utilise sans plomb, sans chromate, puisque on a un ramoudim à l'environnement ou les générations futures ou ça être le kbar ou ça. Au-delà des produits, des peintures à l'eau, les hommes ils traitent au belme ou les mafihomch riha. Les psychiques ou les nez l'alcool, mais ils rafouchent les à la santé ou les à la santé des enfants. On est très vraiment très content d'être là. Yati comme ça. حاضرين معانا من أول غيونيون دو شانتيير ويندور كان تعاونهم في المكتبة العمومية حي الزهور لا مشروط بالتنسيق مع ليزارشيتكت حضر ويندور بيبان للمكتبة العمومية. الباب الأول باش يركب في ليسباس دو ستوكاج الجديد اللي خلقوه ليزارشيتكت تحت الدروج والميزانين. باب ويندور ان بي في سي بغامبليساج ان بانو. La salle de lecture en Tassra, Beb, Vitré, deux panneaux, ouvrant à la française, Yuzman des performances à l'île fait l'isolation thermique. Ou les profilés en PVC Windor, Yuzman nous aide à isolation phonique, Bechinej Mosra Ritalan ou El Yamou des activités, Mérir Mekal Kolkbar. Beb Khat el Moutal en Tasha Beb Wikouhoul, Bchirak Boulha Nafsel Beb Windor, Ama Bechiaset Mokhtalfa. L'avantage en Tali profilés en PVC Windor, هو كونهم ينضافوا بسهولة في إسباس بيبليك في برشا رواد على خاطر السرفاس متاع البروفيل ويندور ليس وما تشدش لوسخ. أنتي موزيسور زادا الكمبوزيسيون متاع البي في سي ما تخليش لي بكتيري يتكونوا وهذه حماية للكبار والصغار والعوام. وهذا الباب الثالث ويندور ركبوه لكيب وين الساس دونتخي. الباب فيتخي باش العاون اللي في الأكوي يشوف الداخل والخارج وفي نفس الوقت يكون محمي من الكوران دير ويزيد نحمي الصغار من الخروج للشارع. ليه كيتشان زادا ركبو ويندور شباك في الوفيرتور اللي حليناها جديدة. ومهدي البيلوت سافوين لارشيتكت وجيهان ويندور يتناقشوا على الشاسي فيكس متاع الجيشي خلطت علينا للمكتبة هيفا عياري مستشارة وزير الشؤون الثقافية واللي معاها نسقنا مشروع المكتبة العمومية من أول مكان مجرد فكرة. هيفا أرشيتكت اون كونسور سافوين لارشيتكت قدم هو سهي لارشيتكت انتيريور والغي ماناجمون متاع البيبليوتيك وجيهاد ويندور كيو بلوس كي بي في سي لي زوفران كل شيء بي في سي والكيب نتاعها. قاعد جوست هذايا جهيت قبل ما نكملوا صفوين في بالي 15 سنتي خفيف 15 سنتي قاعد تو 6 سنتي شنو نقول تخدم نتاع نص ساعه في الاتيلي دونك نحيوها زاد في شويه نعاود نسوجي ويرجعوا قول بالله راه تتقص وكل شيء ومراه خير يعطيكم الصحه عايشه 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 ميرسي ميرسي ندورو هيفا اي شنو خدمنا باهي انت تعرفها نعرفها كيفاش كانت انا تو ديجا مانيش عاقله روحي انا وين من المساس تبدلت عليا نحن قلنا كخي اساس مع صفوان وسهيل قلنا كخي اساس خاطر باش ينجموا دعم فيزيبيليتي هكا الباب يبدا ديما مسكر باغ اكزومبل بالبرنامج ديما حلو وشوفوا ديما شكون داخل شكون خارج هي مش كان الفيزيبيليتي راهو مهدي ما تنساش ان اسباس بور انفون معناتها فماش سيكوريتي بالكل محلوله معناتها صغير ينجم يخرج ديريكت يلقى روحه في الكياس دونك نورمالمون تو كيفاش يرجعوا الصغار الباب بدا ديما مسكر وي الباب البرنامج محلول هنا هنا فوالا هنا عندنا ديجا جيشي وعندنا ديجا البناء
rien, monsieur, pas que ça. C'est la décapée, un bureau, la décapée. Un castor, mais le bar, monsieur. Donc, il y a des choses à faire, il y a des bêtises à faire. سكروا بالبلاكو سي اون سوليوشن زاد اكوستيك باهيه سكروا بالبلاكو بور سيباري لي دوموند ولا حتى كي فما اكتيفيتي هوني جماعة نجم نرجعوا غادي على روحنا سكروا ديجا حتى البي في سي اللي بينو بي في سي زاد لي تونشيتي سونور وكل شيء اللي وفيهم فيتراج زاده باش تقعد ديما فما كونترول على السعر ولا فما سيرفيانس و ان ميم طون عياري دوره في المكتبه اللي بدات تتبدل برشا وبداو لي سباس يتنظموا فيها بالقدا وقابلت لي بارتنير نتاعنا اللي يخدموا الكل نون ستوب في المكتبه العموميه زهور ثلاثه التابعه لوزاره الشؤون الثقافيه. هي اول حاجه راهو باش تدخل الوزاره في اعاده تاهيل مكتبه مش سهله على خاطر لازم تكون فما ميزانيه مرصوده وتكون فما ديزيتود والوقت يكون طويل برشا. نحنا كان مش البريفي يتدخل معانا باش يصلح لنا مكتبه ولا دار ثقافه راهو معناتها امكانيات الدوله محدوده برشا. معناتها نحنا نعملوا برشا على الخواص باش انه تكون هالبارتيسيباسيون سيفيل ويتدخل باش يصلح مرفق عمومي. المكتبه هذيا موجوده في حي شعبي نحن à deux pas من école primaire اللي فيها عدد أطفال كبير برشا وانا جست à deux pas من دار ثقافة. معناتها المكتبة هذه كي باش تعاودوا تأهلوها باش يولي لاسباس كونفيفيال واسباس يعيط للصغير، الصغير باش يجي وحده. والجماعة الحي اللي موجودين هوني عملتوا لهم مكسب باش يقعد ليهم هما. معناتها بالحق رانا توا في برامج نتاع نحبوا نبعدوا الصغار على العنف، نبعدوهم على المخدرات، نبعدوهم على التهميش وعلى الاحساس بالضيم. يلزم يرجعوا للكتاب على خاطر الكتاب بالحق ياخذ الطفل في عالم اخر. وانك تشغل صغير بكتاب ويقرا ويطالع ويتحلوا افاق هذه حاجه مهمه برشا. ما نعرفش كان انتم عارفين قيمه الخدمه اللي خدمتوها، راهو خدمتوا خدمه دون لو فون كبيره على الاخر وباش تكون لاوت بوت نتاعها على اجيال واجيال قادمه. كلام هيفا عياري وتشجيع أهالي زهور ثلاثة كل يوم يزيد يشجع لي بارتنير متاعنا ويشجعنا نخدمه أكثر أسرع وخير. وفي السرعة ويندور كانوا ممتازين، رجعوا بالجيشي فيه الموديفيكاسيون اللي طلبهم صفوين مكديش وركبوا في بلاستو في نفس النهار. احنا ويندور يهمنا برشا اللي نكونوا بارتيسيبون في البروجي هذا سورتو كو تعرف لي بيبليوتيك بوبليك في تونس كلهم يسون ستاندار وما فيهمش حاجه سبيسيفيك اللي تشاره العبيد باش تجي اكثر. دونك عملنا ان نوفو كونسيبت واللي هو يخمم زيدا في الكونفور تيرميك واكوستيك نتاع لي فيزيتور لي زومبلوي زيدا في المكتبه. واحنا كويندور باش نركبوا لي بورت لي فونيت خلي باش يوفروا لي دو كونديسيون هذوما ايزولاسيون تيرميك دو تري هوت بيرفورمانس والايزولاسيون فونيك باش العباد ما تقلقش من الحس اللي موجود في الشارع ويقراو اون توت ترانكيليتي. احنا بالبروجي هذايا ان شاء الله نشجعوا سورتو لي نوفيل جينيراسيون باش يجيو اكثر المكتبه العموميه ويقراو اكثر كتب ونديفلوبيو اكثر الكولتور نتاع الليكتور كوا. منتصر انجينيور الكتريسيتي بيلت بي سي ام سي كل يوم يحضر في الشانتي على خاطر خدمة الضوء تعاودت تقريبا من الصفر. خلينا منتصر في المكتبة العمومية في حي الزهور ثلاثة ومشينا مع لي زارشيتيكت السكرة الشوروم برقاوي ريدو. وبالرغم اللي البروجي نتاعنا المرة هذه هو مكتبة عمومية، هذا ما يعنيش فورسيمون اللي لازمنا نساو الريدوات. الريدو هو حاجة مهمة في الديكوراسيون، صحيح يزين الاسباس، أما الشباك بلي ريدو يعطي إحساس بلي البلاصة مهملة وماهيش شالوغوز. ولي زارشيتيكت نتاعنا حبوا روح جديدة في المكتبة تشرها على القراية والمطالعة وتحبب الصغار باش يجيو وتصالح الكبار باش يطالعوا ويراجعوا لهنا، خاصة وأنه أغلبية كبيرة منهم تحبذ تراجع في القهاوي ولي سالون دو تي على خاطر أغريابل أكثر. صفوان مكديش وسهيل السافي باش يختاروا دي ريدو للي سال دو ليكتور وريدوات للبيروات الزوز. برقاوي ريدو مستانسين بغيتم غدوة خير ويعرفوا اللي لي ديلي نتاعنا قصار برشا، واحنا نعرفوا من جهتنا لا بونكتواليتي ولو سيريو نتاع البارتنير نتاعنا. شانتينا باش يتواصل تقريبا 20 يوم،
20 يوم وهايبر لانتربريز دو سيكوريتي مأمنة المكتبة بما فيها ليل ونهار. هنا برشا سلعة وماتيريال يبات في الشانتي ولازمنا نتهناو عليهم من أي مشكل، وما يهنونا على بروجي بأهمية وقيمة المكتبة العمومية إلا بارتنير غدوة خير هايبر سيكوريتي. في وسط المكتبة الخدمة متواصلة، إعمار هبطوا سلعتهم وبدأوا يخدموا، وأول ما بدأوا بالكيتشينات ونركبوا ميتيجور للليفي أدابتي الاستعمال فريكان ومصنوع بكاليتي ممتازة تخليه يدوم برشا. في البلوك سانيتير باش يركبوا إعمار دي لافابو كبار وعراض باش الصغير اللي يغسل يديه في المكتبة يلقى راحته. للكل لافابو ميتيجور كلوديراك فيه كارتوش ان سيراميك تضمن له دوري دو في تويلا. الميتيجور هذا ما يقشروش وما يخليوش الكالكير يتكون. لي لافابو اللي باش يركبوا في لي بلوك سانيتير معاهم سيمي كولون تخليهم ساهلين في التنظيف. 4 لافابو معاهم لي سيمي كولون وفي كل لافابو ميتيجور إعمار. اليوم الحقيقه احنا فرحانين برشا اون طونكو إعمار جروب دو بوفوار بارتيسيبي في البروجي هذا اللي يتمثل في مكتبه عموميه هنا في حي الزهور. خاطر بعد نتاع البروجي هذا هو بعد اول حاجه تربوي وثقافي. تربوي علاش؟ خاطر باش نجموا نلموا صغيرات نتاعنا في اسباس وين نجموا يقراوا يطالعوا، وما تعرف اهميه الكولتور معناها بالنسبه لاي انسان كان باش يزيد ينمي الثقافه نتاعو. اون ميم طون لومبلاسمون نتاع المكتبه اون بلاسمون باهي بالكدا على خاطر معناها قريب المركب الثقافي ومقريب المكتب. دونك كي صغيرات هذوما في ليزور كروز نتاعهم ينجموا يبوف بروفيتي دو سيت اسباس اللي هو ان اسباس الحقيقه دي سورا تري بيان اميناجي دونك يخليهم يقعدوا مرتاحين. احنا نو سوم فيير اون طونك إعمار جروب دو بارتيسيبي ان تيل بروجي. الي ان بروجي هذا سي ان بروجي تري بورتور على مستوى تربوي ثقافي، وان شاء الله النوعيه من تاع البروجيات هذوما يكثروا. والحقيقه ان غرون رومسيمون لقناه الحوار التونسي اللي وفرت لنا الفرصه هذه دو بوفوار بارتيسيبي ان تيل بروجي. عم حسن الفاستيال معنا في المكتبة العمومية من أول غيونيو تشانتي، وكل ما نحتاجه لسلعة ما يبخلوش بها علينا الفاستيال. احنا جينا عملنا معناها طالبين برشا سلعة. البروجي هذايا فيه برشا خدمة. هو الأساس ما فيهش انستالاسيون تاع ضوء الحقيقة نتاع ربي، حسب مريت فماش انستالاسيون تاع ضوء، بريزات مكسرة، خيوط على برا، جبت لهم لابارياج فهمتني، لي زانتيرابتور، لي بريز، لي بواط دونكاسترمون، الماتريال اللي طلبوه الكل، ان شاء الله نقدموا لهم حاجه باهيه واستنفعوا بها معناها لي جون في الحومه هنا فهمتني، وانا نعملوا مجهود باش نخرجوا لهم حاجه باهيه وتعجبهم باذن الله. اجلو البارتنير نتاع غدوه خير في كل ما هو لومينير وسسبونسيون وصلوا للمكتبه العموميه في حي الزهور. سبيسيالمون للمكتبه باش يبدلوا اجلو لي توب نيون اللي اغلبهم كانوا محروقين، ديدال لومينوز باش يركبوا في اغلب لي سباس. الدال هذوم فيهم برشا أفونتاج، خاصة كاليتي الضوء اللي من ناحية قوية والضوء مليح لسال دو ليكتور ولي كولوار، ومن ناحية أخرى يعطيو لوميير ديفوز ما تقلقش عينين الصغار والكبار. إجلو باش يعاودوا يرجعوا للمكتبة على خاطر الخدمة مازالت متواصلة بسبب كبر ليسباس وبسبب كثرة المشاكل اللي لقيناهم وبسبب خاصة أهمية وقيمة البروجي اللي نخدموا عليه. والله بغل ماما فما حتى اوبستاكل الحمد لله يا ربي، الخدمه ماشيه مريقله، الناس كل فرحانه، قاعدين نخدموا في بروجي مش دار ومش فيلا، دونك بروجي هذا يهم عامه الشعب، ان شاء الله يا ربي يطلع حاجه باهيه وان شاء الله يفرح وليداتنا. اكثر حاجه برسينا هي الوقت، خاطر المكتبه كبيره، كثرنا اكثر ما يمكن في اليد العامله، وصلنا سيرتا ماما قلنا ما احناش باش نخلطوا، من بعد كلها شمرت على ذراعاتها وقالت نخلطوا كان في الوقت، وخلطنا في الوقت. برشا خدمة، برشا تعب، ديزيكيب تضاعفت، والهاجس الوحيد اللي عند كل واحد ساهم في الخدمة في المكتبة العمومية حي الزهور 3. كيفاش ننجحوا كإيكيب كاملة سوليدير وباسيوني أن نحضروا إسباس يعجب الصغار والكبار، ويعاود يصالحهم مع الكتاب، ويعاود يحببهم كيف الأجيال اللي قبلهم في المطالعة في مشروع جديد علينا الكل. مشروع البعد الرمزي متاعه كبير ويمس أجيال، مشروع الصعيب فيه هو المساج اللي وراه، في حي فيه نسبة كبيرة من الصغار والشباب، مستقبل البلاد وأمل تونس في غدوة خير.